L'évolution de cette stratégie seront mises en avant. Et durant ces trois jours, différentes tables rondes, comme l'a dit Sir Ali, seront prévues pour aborder les thèmes du rôle de l'immobilier. المعرض اللي تنبداو اليوم ان شاء الله هو واحد المعرض اللي ولا دابا سنوي واللي المحمرين اللي كاينين ان شاء الله هذه السنه وهو الجيوبوليتيك اي لونفيرونمون. وهذا الجيوبوليتيك اي لونفيرونمون يعطيو للمغرب واحد التحديات اللي خصنا اساسا خصنا نخرجوا بريكومونداسيون باش تكون باش المغرب يمكن له يواجهو. بالنسبه للجيوبوليتيك هو تعرفوا بانه المشاكل اللي واقعه في اطار في البحر الابيض في البحر الاحمر. ففي البحر الاحمر هاد المشاكل هذه تجعل انه المستوردين والناس اللي تيديروا الاكسبور تواجههم هذا لانه الاثمنه تتبدل بواحد الطريقه يعني كثيره لانها بعد مرات تتولي الدوبل. فالمحور الثاني وهو الانفيرونمون او البيئه، وهذا الانفيرونمون والبيئه هما تحديات لانه المغرب العلاقه الكبيره اللي عنده مع اوروبا تجعله انه خصو يوجد راسه باش ما يكونش واحد السلع ديالو ما تكونش يعني مبلوكيا. يعني شنو المعنى ديالها؟ انه اي سلع اللي تتمشي من المغرب لاوروبا غادي تخضع لواحد لاتاكس، وهذيك لاتاكس الا كان عندك المنتوج ديالك قليل بالنسبه لاتاكس كاربون غادي يمكن لك تبيع السلع ديالك بواحد السهوله. والمغرب دابا تيوجد راسو باش يعني نقصوا من لاتاكس ما اكثر باش المنتوج المغربي يكون عنده واحد التنافسيه في اوروبا خصوصا. لقاء سنوي جد مهم بالنسبة للقطاع اللوجستيك والنقل، وذلك لأهمية هذا القطاع في الدورة الاقتصادية لبلادنا. أنتم تعرفون أن المغرب حاليا في مرحلة مهمة من التاريخ من أجل تأسيس دولة قوية وقوة جهوية مهمة، ولا يمكن أن نؤسس اقتصاد قوي وكذلك أن نكون قاطرة لإفريقيا وقوة إفريقية ومتوسطية مهمة إلا عن طريق اقتصاد قوي، ولا اقتصاد قوي بدون لوجستيك ونقل، لأن هي الدعم الأساسية للتقدم في يعني اقتصاد عالمي يعرف تغيرات جوهرية لا من ناحية التكنولوجيا ولا من ناحية التكتلات الاقتصادية الكبرى، وبالخصوص صاحب الجلالة مؤخرا في خطاباته أكد على دور اللوجستيك البحري والمينائي كذلك في تقدم الاقتصاد الوطني، وكذلك في دور الاقتصاد المغربي في علاقته مع إفريقيا. المغرب حاليا لا بالاقتصاد دياله ولا كذلك بالموقع الجغرافي هو قاطرة لإفريقيا والاقتصاد الإفريقي، ونحن في هذا اللقاء سيكون هناك برنامج قوي ومتنوع من أصحاب القرار والمتخصصين في ميدان اللوجستيك والنقل الذين سيعرضون الحلول للمرحلة المقبلة إن شاء الله.